كويس عاملين انتوا في قناة العمى دودو. دودو. نبدأ اي حاجة، دوس على الاشتراك والزرار الاحمر والجرس عشان يوصلكوا كتير مع العمى دودو. دودو. هزروا فزروا، جايبين لعبتين. جايبين لعبة بينجو، دول أصلية اللي كلنا بنحبها قوي. بصوا، صلصال بينجو، وفي هنا بنت جميلة قوي، صح يا دودو؟ طب الصلصال ده يا دودو بنعمل بيه ايه؟ بنعمل بيه بطاطس وحاجة كمان ايه؟ وساندوتش وهمبرجر وايه تاني؟ وناجت. وناجت، صح. بيقول بقى هنا ايه، عارف يا دودو؟ بيقول ان هو معاه 4 علب من الصلصال، اوكي؟ وهنا دي علامة بينجو الأصلية، صح؟ وفي هنا ايه بقى، ايه ايه الحاجات دي؟ تعرف ايه الحاجات دي؟ ايه دي الحاجات اللي هنعمل بيها؟ في علبة ناجتس هنحط فيها الناجتس، وفي علبة بطاطس، بطاطس صح هنحط فيها البطاطس، صح وفي عصير، وفي ورقة، وفي ورقة، صح. وفي ودي بتاعة الهمبرجر اللي هنعمله. انت بتحب صلصال بينجو زي اصحابنا؟ بص هنا كمان من الجنب في ايه، بيوريك بقى ازاي تعمل ايه البطاطس. في كمان حاجة، تعال نشوف من الناحية دي. من الناحية دي ايه؟ من الناحية دي بص، علبة بيبسي، الهمبرجر، البطاطس، الناجتس، الـ4، ودي بقى الادوات اللي احنا هنستخدمها. استنوا، في حاجة في همبرجر وبطاطس. يعني احنا النهارده هنتعلم نعمل الهمبرجر اللي احنا بنشتريه، بطاطس. صح. واهم حاجة بقى يا دودو ان هي 100% مش سامة، يعني عادي البيبي ممكن يلعبوا بيها، بس هي ريحتها حلوة، بس ما ينفعش ناكلها، ما ينفعش تحطها في بقك خالص. بس ماما عملت حاجة في الطازة ممكن ناكلها. احنا بناكل الاكل العادي، لكن الصلصال ما ينفعش، حتى لو ريحته حلوة ما ينفعش ناكله، صح؟ لازم نشمه بس. نشمه بس. يلا بقى، مين هيفتح؟ انا. مين الجميل ده اللي هيفتح؟ انا. يلا يا اصحابي بسرعة، دوسوا على الاشتراك بسرعة. اساعدك؟ بقيت اعرف افتح كل الناس. دودو بقى شاطر وبيفتح كله. في علبة بيبسي ورقة وطوبة ورقة مقص. الله يا دودو، بصوا كده خلاص. في علبة وريني هنا كده خلاص. بص العلبة دي فاضية ما فيهاش حاجة. هنعمل مطعم. يلا بقى نشوف بقى يا دودو. الله الله، ايه ده؟ ده في علبة بيبسي، وفي ايه كمان؟ متهيألي علبة بطاطس وهمبرجر. لا، في علبة بطاطس وهمبرجر. طب افتح كده ونوري اصحابنا ايه اللي جواها. انا بحب قوي صلصال بينجو، بحبه قوي. وفي ورق. يلا نفتح بقى ونشوف بقى يا دودو. اساعدك. فتحناها، هنشوف الاول بالترتيب كده ايه اللي جواها. دي ايه دي؟ دي فتحته. فتح التاني كمان. دي اللي بنحط فيها الشوكولاته، صح؟ هنشوف. ودي بتاعت الهامبرجر. ودي بتاعت الهامبرجر. إيه؟ ودي بتاعت البطاطس. هنا ايه دي؟ لا استنى، دي ورق عشان ورق. نشوف ازاي نعملها. ودي ايه الورق؟ يلا لازم الاول نعمل العلب دي، صح؟ يلا ركبي بقى علبه البطاطس وعلبه الورقه. بص علبه البطاطس بتتركب ازاي. فتحتها الاول، لازم فتحتها. خدي اقري. ايه؟ بص يا اصحابي، دي ورقه. وفي اقول لكم الالوان. استنى الاول بنركب يا دودو العلب. دي علبه ايه؟ بطاطس. ايه؟ همبرجر. لا لا لحظه، هنا هركب واحده. بتالي دي اللي بتلزق. دي هنستخدمها نقفل بيها العلب، صح؟ هناخد. يلا اصحابي، لقيت حاجه هنا. نلزقها من لازم جوه، صح؟ لازم نلزقها من جوه. اصحابي لقيت حاجه. لقيت حاجه دي. لقيت ايه دي؟ يلا نلزقها دلوقتي. الله، احنا بص لقيت سكوير. لا متهيألي دي اللي ما بتلزقش. انا هنبدل دول. اصحابي لقيت شفاطه اللي بتاعت البيبسي.
تاني. يلا وشوكة حط يلا تاني واحدة. وبتاعتي اسمها ايه؟ معرف. هنعمل يا دودو العلب الاول وبعد كده نعمل الاكل. اوكي ايوه تعالوا نرمي دول. اصحابي اهي دي بعد ما خلصناها. بصوا بصوا كده دي لزقناها جاهزه ان احنا نعمل يا دودو الهمبرجر. اخضر احمر اصفر بني. صح كده عملنا علبه الهمبرجر. يلا نعمل علبه البطاطس. يلا يلا انا شفت ايه اول. ايه الاول؟ دي علبه البطاطس. دي علبه الشوكولاته. علبه البطاطس لازم وفي ليك ولازم برضو هنلزقها عشان لما نعمل البطاطس نحط جواها. استنوا ده لازم ده لقيت لازم هحطه هنا. بصوا دلوقتي يا اصحابي هنلزقها ونرجع. يلا نلزقها. يلا ننزقها. بصوا كده عملنا ايه؟ علبة الهمبرجر ودي علبة البطاطس. لما هنعمل بطاطس هنحطها جواه. اوكي ناقص معانا ايه؟ علبة دي علبة هنحط جواها الساندوتش. اوكي هنعملها ونرجع لكم. يلا بصوا كده عملنا الثلاث علب خلاص. اوكي معايا بيبسي. تعالى بقى نشوف يا دودو حاجة انت بتشرب ايه؟ بيبسي. بصوا بقى هنا معانا كام واحدة يا دودو؟ معانا كام صلصال؟ واحد لا انا عارف اربعة. معانا اربعة صح؟ طيب ومعانا ايه تاني؟ ودي بقى الادوات اللي هنشتغل بيها. اوكي وهنا هنا ده مكان ايه ده؟ مكان طماطم. ده طماطم. اوكي طب وهنا بصوا دي لا استنوا دي بتتفعل. دي الميت. تعالوا نشيلها بقى هنا. اوكي هنا بصوا برضو العيش. هنا هنعمل العيش. وبصوا دودو ماسك ايه؟ وريني يا دودو وريني. باكل بشرب بيبسي. ماشي وريني وريها لاصحابنا. بصوا الكوبايه الجميله دي. بس عشان نحط الغطا ونحط فيه الشاليمون. يلا نبتدي. يلا هنبتدي دلوقتي. هنعمل ايه؟ انا هعمل البطاطس ومين هتعمل الهامبرجر. اوكي يلا هنعمل البطاطس ازاي؟ باللون الاصفر بده. يلا نبتدي البطاطس. بعديها الهامبرجر. يلا الاول دودو اختار للبطاطس اللون الاصفر عشان البطاطس لون اصفر. وبعدين بقى تعمل البطاطس حلوه. مين حتى وانا حتى. ماشي يلا يلا. طب اعمل هو دي برضو تنفع للبطاطس دي للناجت. صحيح نانو. يا يعني ممكن دودو يعمل ناجت صح؟ ماشي انا بحب الناجت. اول حاجة بصوا هنتبقى كده جامد. يعني ايه ناجت فريخ؟ بصوا دي جامدة قوي. بس يلا دي حتى زي البطاطس. هنعمل اول بطاطساية. ريحته حلوة. شكلها تبقى طالعة ازاي؟ ايوه بصوا نقدر نشيلها كده. وانا من هنا بقى بنزقها. وانا يمينه ايه؟ وانا هعمل هنشوف شكل الله يا دودو. بصوا الله من دودو دي لازم تتحط في العلبة. حطها علبة البطاطس. يلا. يلا نعمل كم واحدة بطاطس؟ نعمل خمسة؟ دودو لا معانا كتير. دودو بقى يعمل واحدة. دودو يلا يا دودو اضغط. يلا اضغط اضغط جامد 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 جامد. برافو برافو. يلا لا مش بنطلعها كده. واو انا عملتها. الله بص دودو بتاعت دودو حلو. يلا حطها. استنى بالراحة اهي. بقى يلا نعمل التانية مين. بص طريقتها سهلة قوي. هنحط كمان صلصال. بص يا اتحبي يلا ثالث بطاطسايه. انا بتكلم عايزين العلبة دي يبقى فيها خمس بطاطسيات. عشان انا باكل اكتر من ده. شايفين الطريقة؟ وانا ايه يلا دودو هيعمل واحد. لا بالصلصال بتاعي. اوكي طبعا اهي مينك.
بطاطسايه الثالثه. وانا وانا يلا يا دودو بقى حطها بس هنا واضغط عليها. بصوا يا اصحابي اتعلموا من دودو عشان لما تجيبوا اللعبه. بصوا برافو كده برافو. اطلعها انا بص بتطلع كده سهله قوي. ناقص واحدة. اعمل يا دودو اخر واحدة ونبقى بقى خلصنا البطاطس. بعدها ممكن نعمل الناجتس. ايوه نعمل اخر واحدة. انا اطلعها بقى يا مينا. انا اطلعها اوكي عشان انا اتعلم. يلا طلع شاطر. برافو. يلا بقى نطلع النزقات دي. دودو شاطر قوي. دودو بصوا كده مالينا كل علبة البطاطس. واو ايه رأيكم بقى يا اصحابي؟ يامي يامي بحب البطاطس. ايه رأيكم في البطاطس؟ حلوة. يلا دلوقتي يا دودو نعمل الناجتس. نعمل الناجتس. عارفين هنعمل الناجتس بإيه؟ بإيه؟ بالصلصال بتاعي. ماشي صلصال أصفر. فين بقى اللي هنعمل بيها الناجتس؟ أهي يلا. أنت تعرف تعمله؟ أه ورينا. بعدها أطلعه كده. بص دودو بيضغط جامد. يلا عامله زي الرجل. بصوا الله زي الرجل. نحط فين الناجتس؟ حلوه قوي حلوه قوي. يلا بقى هنشيل الناجتس ونحطه في علبه الهمبرجر. بص يا دودو بنحطه ازاي. كده هو كده بنوقفها كده اهو. عارف ليه بنوقفها كده؟ عشان الهمبرجر مش هيكفي. عشان العلبة مش هتكفي. محطوطة فيها كده. هي اللعبة كده لازم بنوقفها كده اهو. اوكي؟ طب دلوقتي نعمل ايه؟ بص دلوقتي يا اصحابي هنعمل العيش. هنبتدي بقى في الهمبرجر. اول حاجة هنعملها انت هتعمل ايه؟ ناجت. لا هنعمل بقى بدي يا دودو الجبنة اللي هنحطها على الهمبرجر. عارف بنعمل الجبنة بايه؟ بالاصفر. دي شكلها زي السكوير بس دي جبنه. يلا ناخد ما هي الجبنه بتبقى سكوير اللي بنحطها على الهمبرجر. يلا دودو دلوقتي هيطلع الجبنه. طلعت. اوه لا هو بيتعلم. دودو هيجرب كمان مره عشان اول مره عملها مش صح. عارف بعد كده بقى نعمل ايه عشان ما تبص؟ ايه الهمبرجر؟ انا هقول لك بقى نعملها ازاي. نشيل بقى اللي حواليها ما تسحبهاش. شيل اللي حواليها. اوكي يلا نشيل اللي حواليها. تبقى كده الجبنه اتعملت. بص اهي. ايه رايك في الجبنه؟ بصوا انا شمي كده. ريحتها جميله. هنخليها هنا بقى لغايه ما نعمل العيش. يلا العيش ازاي بقى؟ وانا مين؟ انا عايزه اساعد مين برضه. انت عارف ممكن تعمل واحده ناجتس ثانيه بالاصفر. ايه رايك؟ كده عشان فيك الاصفر. كده احنا بنعمل العيش بتاع الهمبرجر بالظبط. حابين نسحبها دي. الله حلو. دي اول طبقة من العيش. نعمل كمان واحدة زيها صح؟ اهي من هنا. بصوا بصوا كأنه عيش حقيقي. خلصت. وفي سمسم كمان. عيش بالسمسم. بصوا خلصت. ودودو كمان بيعمل ناجتس. نعمل كمان واحدة. يبقى خلصنا العيش كله. بصوا اهو العيش. بصوا اصحابي ده كده اللي هيتحط من تحت. اوكي هنعمل كمان واحدة عيش اللي هي تتحط من فوق. لا دي من اللي من فوق. اوكي يلا نعمل. يلا بصوا بقى العيش هنعمله فين. تاني واحدة. بصوا دي بتاعة الجزء بتاع العيش اللي فوق عشان فيها سمسم. اوكي دي بقى بتاعة اللي تحت. انا خلصت. خلصت عملت الناجتس. هنعمل جزء العيش بتاع اللي تحت. بص يا دودو ايه رايك في شكل العيش؟ زي اللي بناكله صح؟ يلا انا كده. عايزه اعمل مع مينا. يلا اعمل بطاطسايه. ايه رايك تعمل بطاطسايه؟ ايه ده انت حطيت الناجتس. الله بص دودو حط هنا 2 ناجتس. شاطر. يلا هنطلع العيش اللي تحت. بصوا واو
كده عملنا العيش اللي فوق والعيش اللي تحت وعملنا الجبنة صح؟ يلا نعمل ايه؟ نعمل الخس. يلا نعمل الخس. خلاص كده احنا خلصنا دي بتاعة العيش. انا اوكي؟ هعمل البيبسي. الخس بقى بنحتاج له لون ايه يا دودو؟ اخضر. اخضر. فتحنا الاخضر. انا عايزة اعمل الخس برضه. هتعمل معانا الخس؟ اوكي يلا. يلا يا دودو هنحطه هنا واضغط جامد. بصوا دي الحته دي بتاعه الخس. بصوا ده ما طلعش خس، طلع طماطم. هنعمل بيت طماطم باللون الاحمر يا دودو. افتح الاحمر. ده مكان الطماطم وده مكان الهمبرجر. الهمبرجر باحمر؟ لا الطماطم باحمر. يلا نعمل الطماطم الاول. يلا نشوف بقى دودو عمل الطماطم حلوه ولا ايه. يلا الله بصوا كانها طماطم متقطعه بالسكين. كده ناقص نعمل ايه؟ الخس. اهو الخس بيتعمل من هنا. اوكي يلا نعمل الخس. لان مكتوب على العلبه بيتعمل من هنا. يلا الخس يا دودو بيبقى لونه اخضر. احنا هنعمل سندوتش جميل قوي يا دودو. انا خد يا دودو حته وانا حته. الخس لازم يبقى مش تقيل قوي. بص استنى انا هعمل. وانا بقى هتعمل انت واحدة وهي واحدة. انا استنى يلا عبال ما بنعمل الخس دودو بقى هيعمل اللحمة هيعملها هنا اهو اللي هي الهمبرجر. يلا يا دودو كده عملنا اللي هو الايه الخس اللي هو الكابوتشا. يلا ناقص اخر حاجة بقى نعمل الهمبرجر ويبقى احلى سندوتش من بينجو دو. يلا يلا دودو عمل الهمبرجر وانا عملت هنا مخلل خيار. وريني اهو الهمبرجر. فين بقى مخلل الخيار؟ هو ده. بصوا مخلل الخيار. يلا بقى نرتب السندوتش. يلا اول حاجه بنحطها ايه يا دودو؟ انا اقول لك بقى العيش اللي من تحت. العيش الاول اللي احط العيش كده صح؟ العيش والخس. لا بعد العيش نحط ايه؟ طماطم. هنحط جبنة. نحط الجبنه. وبعدين هتحط الجبنه ازاي؟ شاطر. بعد كده نحط ايه؟ خس. خس نحطه كده في النص. بعد كده طماطم. طماطم خيار مخلل. خيار. واو شكلها تبقى حلوه قوي. انت اهم حاجه نسيتها يا دودو، نسيت الهمبرجر. هتعمله سندوتش ايه؟ دودو نسي الهمبرجر. يلا الهمبرجر وفوقيه الخيار وبعد كده العيش. الله بقى الله بقى. نقوم بقى عارف بقى نحطه فين؟ هنا مع الناجت. ونعمل العصير طبعا. يلا نحضر الوجبة بقى. يلا نحضر العصير. اهي اوكي هنا في اتنين ناجت. وحضرنا العصير. بصوا بصوا السندوتش كأنه حقيقي. حضرنا العصير. بص اهو يا دودو هنحطه مع الناجتس اوكي؟ ودوت ايه؟ العصير بالشاليمو. فين الشاليمو؟ يلا عشان نحضر الوجبة. وناقص ايه؟ البطاطس الجميلة. البطاطس الحلوة قوي. عملنا العصير. ناقص ايه تاني؟ اهلا وسهلا بكم في مطبخ دودو. تحب تشرب ايه يا دودو؟ بيبسي. وتاكل ايه؟ بص دودو هو اللي عامل كل الاكل ده والبطاطس. واو اتفضل. يمي يمي. قولي طعمه ايه؟ طعمه حلو. والبطاطس ليه؟ البطاطس والعصير. الله حلوه قوي حلوه قوي الوجبه دي. ايه رايكم يا اصحابي في الفيديو؟ ما البطاطس هدوقها كلها. طب ممكن انا ادوق الناجتس؟ انا هاكل حته من البرجر. انا اكلت حته. يامي يامي. الله اول ما نخلص الاكل احنا هنقفل الفيديو ونكمل اكل. ايه لا رايك؟ استنوا استنوا. بص يا اصحابي بسرعه دودو عنده العاب كتيره حلوه قوي بسرعه. أنا هعد لثلاثه ودوسوا على اشتراك. اللي هيدوس على اشتراك الاول هيبقى هو الكسبان. 1 2 دوسوا على الاشتراك والزرار الاحمر والجرس عشان يلا باي. هاي ما إلا يلا بقى نقطع البرجر بقى.